أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل ما يسمى بالذهب الأبيض يدخل في الذهب المنهي عن لبسه للرجال؟ وهل يجوز لبسه للرجال أم أن فيه تشبها بالنساء؟ إذا كان ما يسمى بالذهب الأبيض من مادة غير مادة الذهب كالبلاتين والأحجار الكريمة وما أشبه ذلك هذا لا يحرم. أما إذا كان المراد بالذهب الأبيض الذهب الأصلي لكن ألبسوه لونا أبيض، أنا سمعت أن الصاغة الآن يلبسون الذهب لون أبيض يسمونه الذهب الأبيض، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هو حرام لأنه ذهب وإن تغير لونه. نعم.